ولكن كامل ديكم خالد الضغطه اللي المغربي حنا يعني الصوت ديال الجيش عندنا الحق ما عرفوش الصوت ديال الجيش عندنا الحق على ان نعبر على رايي ونوصل هادشي للاعلام وحنا حقنا تبلغنا كاين التصوير كاين التصوير كاين النفوذ ولكن حنا غادي نتصور تصور الزبر شنو تصور المسؤولين غادي يجيو غادي يجيبوا الحق ديالهم وانا كنثق بجلالة الملك وكنثق بالمسؤولين النازيين ان شاء الله غنجيبوا الحق ديالنا وهانتم كتشوفوا شنو رايك كامل داك الوقت خرج شنو رايك في التصريح ديال السيد والدي كيقول على انه ولده تيقرا في كندا عنده جوج ديال الاجازات شوف حنا ما عندناش مشكل ما عندناش كندا في كندا دوز ما تزرق اجي معايا سي مزق سي مزق ما عنديش رسالة لوليدي أنا كل ثقة في العدالة المغربية وعاش في بلادي تحية لبلادي وعاش في بلادي انتم اختي كطالبوا بعد تحقيق مسؤول عنده يد في هاد المهزلة اللي طرات في الامتحان ديال محمد، ثانيا الغاء النتائج حتى مشبوهه وهذا الشيء اللي غيبينوا التحقيق، وبذلك اعاده الامتحان ويتم الاشراف عليه من طرف لجنه مستقله كتكون كتكون المسؤولين النزيهين، حيت حنايا كل ثقه عندنا في بلادنا وعندنا في جلاله الملك وعندنا في مسؤولين عندنا نزيهين اللي كيتسناو غير يسمعوا الصوت ديالنا ان شاء الله وغيشدوا بيدينا، وكل ثقه في منظومه العداله، حنا ما كنقولوش على ان المنظومه كامله فاسده، كنقولوا كاينه واحد جوج ثلاثه كيخصهم يتعاقبوا ويكونوا عبره باش تعطينا حنايا فرصه، حنا كشباب اليوم كنقولوا عندنا قدره، خص بلادنا تستغلنا، بغينا نخدموا بلادنا، بغينا الفرصه ديالنا، ما تحطموناش وما تهرسوناش، كاع الدستور ديالنا المغربي، الخطابات الملكيه، كل شيء كيشد بيا الطالب، وعندنا مبدا ديال تكافؤ الفرص، الحكامه الجيده، رد المسؤوليه بالمحاسبه وهذا الشيء كامل. التصريحات ديال المسؤولين كيضربوا فيه وكيطعنوا فيه وحتى حنا ما نسكتوش عليه، القانون فوق كل شيء، وساكتوا عن الحق شيطان الاخرس، وحنا اليوم ما كناش المواطنين كاملين حنا وليداتكم، وهذه القضيه ما كتهمناش غير بوحدنا، كتهم المواطنين المغاربه ككل حيتاش كلنا مشروع طلبه ديال الفاكولتي ديال المغرب الطبقه الكبيره.